قبل الشروع في جدول أعمالنا، أود أن أخبركم أن رئاسة المجلس توصلت من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان برسالة يلتمس من خلالها إعادة ترتيب الأسئلة الموجهة للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مع بداية الجلسة، وذلك نظراً لالتزامات حكومية طارئة. نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفوية المدرجة بجدول أعمالنا، نستهلها بقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحباً بكم السيد الوزير المحترم. سؤال عن تحسين الوضعية المادية. تفضل السيد الرئيس. شكراً سيدة الرئيسة. طبقاً المادة 259 من النظام الداخلي والطريقة برمجة الأسئلة، اليوم كنتفاجئوا بطبيعة الحال بغياب قطاع ديال وزارة الداخلية لأنشطة طبيعة الحال كيأثرها النظام الداخلي، وهذا من حق أي وزير طبيعة الحال ملي كيكون شي ظرف طارئ أن يتغيب، ونتفهم الغياب ديال السادة الوزراء. لكن اللي ما تفهمناهش السيدة الرئيسة هو أن من بعد تمت يعني اتصال بالفريق على أساس برمجة سؤال في قطاع من القطاعات الحاضرة اليوم واللي غادي تكون معنا. اقترحنا عليها السؤال الأول ديال الوظيفة العمومية، رفضات السيدة الوزيرة باش تجاوب. اقترحنا عليها كذلك سؤال مبرمج من فريق محترم آخر يعني تكون وحدة الموضوع، رفضت التجاوب مع المطلب ديال الفريق. اليوم بغينا نفهموا واش هذا البرلمان اليوم ولا الحكومة اللي كتراقبوا، أو لا البرلمان الذي يراقب الحكومة. وعيب اليوم بأن وزير يقول لك أنا ما قادش نجاوب على سؤال عام، عيب، لأن الكفاءة اليوم كتبان من خلال الوزير يتوجه له السؤال وعنده يعني الوقت باش ينوض ويتفاعل مع الأسئلة ديال السيدة. الوقت السيد رئيس، الوقت السيد رئيس، خليت لكم الوقت. لا السيد رئيس، السيد رئيس سالت نقطة ديال وقت النظام، سالت الوقت ديال نقطة النظام السيد رئيس من فضلك. سمح لي السيد رئيس، سمح لي مفهوم المادة 266 مفهوم السيد رئيس. تفضل سيدي. اليوم السيدة الرئيسة في النظام الداخلي حتى حاجة ما كاينة في النظام الداخلي اللي كتقول بأن خص أسئلة تمشي من نهار الخميس، كاين ديال 20 يوم، والأسئلة اللي تقدمنا بها تستوفي الشروط ديال 20 يوم. اليوم حنا كفريق سننسحب من الجلسة ولن نشارك في هذه المسرحية التي اليوم الحكومة اللي هي اللي غتبقى تعطينا الأسئلة اللي غادي نطرحوا عليها باش تجاوبنا. شكرا. سؤال عن تحسين الوضعية المادية للأطر التربوية. السيد رئيس. نعم السيد رئيس. سيد رئيس، المادة 266 واضحة، حيث تقول في الفقرة الثانية في حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه أو أحد أعضاء الحكومة، وعند عدم القيام بذلك خيرت النائبة أو النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية. شكرا. نمر السؤال في التسيير السيد رئيس، في التسيير. تفضل. أولا طريقة وضع الأسئلة ينظمها النظام الداخلي لمجلس النواب، أنا كتنظيم المكتب هو اللي كيدير أسئلة، كاين آجال معينة، ثم كذلك أن اسم وزيرة أن رفضت، ما عرفتش كيفاش رفضت، من عطات من تقالت، إذن كاين آجال فيما يخص وضع الأسئلة، وبالتالي لا يمكن شيء ندخلوا في هذه التفاصيل، هذه بغات ولا ما بغاتش، كاين قانون، كاين نظام داخلي، خصنا نثبتوا حنا كبرلمان بهذا النظام الداخلي. إذا كان الغياب ديال الوزير كيفما كاين الوزير نظرا لإشغال مهمة اللي كاين نشاط ملكي ما فيه نقاش، وبالتالي يمكن لأي وزير يجيب محله، ولكن لا ماشي نحيل الوزير اللي ما عندوش ونقبضوا في واحد الوزيرة اللي هي ما غير معنية بهذا السؤال لأنها لم تتوصل من طرف المكتب بهذا السؤال. شكرا السيد الرئيس. المادة واضحة تقول يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من أعضاء الحكومة، وليس فيها أي صيغة للوجوب، يعني أي وزير زميل ليس ملزم أو مجبرا بالإجابة. المادة واضحة. شكرا. نمر للسؤال. سؤال عن تحسين الوضعية المادية للأطر التربوية لمدارس التعليم العتيق للسيدة
نعم سيدي تفضل سيدي تفضل سي بوانو. ما دير السيدة الرئيسة إذا توجهت لك بهذه الطريقة هذه لأنه غير مقبول نهائيا. ملي كيطلبوا الرؤساء نقاط النظام كتعطى لهم. تفضل السيد الرئيس. حنا سعداء أن المنتخب المغربي يربح وخصنا نصفقوا له وهذا مزيان. من الناحية الدستورية السيدة الرئيسة كاين الفصل 100 من الدستور كيعطي للحكومة 20 يوم باش تجاوب على الأسئلة الشفوية والكتابية. متفقين؟ حنا عندنا درنا الأقطاب في هذا المجلس. القطب هذا كان خصو يحضر فيه التربية الوطنية والداخلية والتعليم العالي والخارجية والأوقاف إلى غير ذلك. متفقين؟ اللي وقع وزير التربية الوطنية اعتذر في قطر، قلنا آمين راه مع المنتخب ربح دعا معاه الله يجزيه بخير. جوج قلنا حنا الأسئلة اللي خصنا نطرحوها على وزير الداخلية، وزير الداخلية عنده الأسباب ديالو ديال التغير. قلنا الوزراء اللي حاضرين، سمحي لي السيدة الرئيسة في بضع ثواني، الوزراء اللي حاضرين غنطرحوا الأسئلة ديالهم. نواجه، اسمع السيد الرئيس، نواجه بأن هاد الوزراء اللي حاضرين معنا في هاد القاعة رفضوا أن يستجيبوا للدستور. باش يلينا حنا عنده السؤال في 20 يوم يمكن دابا هاد الصباح نطرحوا عليه. السيد الرئيس انتهى توقيت السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس، من فضلكم نمر للسؤال. سؤال سؤال مبرمج السيد الرئيس، سؤال مبرمج السيد الرئيس، نمروا السؤال. تفضل السيد الرئيس، تفضل السيد سنتيسي. شكرا سيدة الرئيسة، الله يجازيك بخير. بادي أدي بدء التسيير بين يديكم. ثانيا نحن نتوجه لرئاسة المجلس، لا نتوجه لغيرها. ثالثا في إطار التضامن الحكومي يمكن طبعا، وإذا كان سؤال في حساسية ما يمكن كذلك يتأجل، وهذا احنا متفقين عليه. فقط لنتفق على أن الإخوان من فريق تقدم والاشتراكية غادروا القاعة لأن الدفعات ديالهم معقولة ومفهومة. أرجوكم سيدة الرئيسة أن تتفضلوا بإرسال أحد الإخوة اللي تيساعدوكم باش يطلبوا منهم يلتحقوا ويتقدم لهم الاعتذار لأنهم يستحقوه. راه كاينة برمجة، والبرمجة يجب أن تبقى مضبوطة من جهة ومن جهة أخرى. يحضروا 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 معنا سيد وزير العلاقات مع البرلمان، كان بإمكانه الإجابة بدل السادة النواب. دابا ما بقينا فهمنا والو، النواب تيتحركوا وتيجاوبوا. راه سيد سيد رئيس السيد الوزير طلب الكريمة. لا تفضل السيد الوزير. سيد الرئيسة، تفضل سيدي. السادة والسيدات النواب المحترمون، إلى 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 سمحتي لي غير تعطيني الوقت الكافي باش نقدر نوضح هذه المسألة بالوضوح. واش ما نهضرش؟ واش ما نتكلمش عبد الله؟ نخليو السيد الوزير يكمل الكلمة ديالو. الله يكثر خير. أولا شوف سمعنا. سيتو سي حجيرة، خليونا ندويو. توقيت لا غيجي، توقيت للسيد الوزير. يلا كيقول سي سنتيسي خصو الوزير المنتدى بيجاوب. السي مصطفى، السي الابراهيمي، السي الابراهيمي الله يكثر خيرك، اسمعني الله يكثر خيرك. السي الابراهيمي، ما عمر النقاش، تفضل السيد الوزير. ما عمرني، انت رجل ديمقراطي وما عمر النقاش ما كان مشكل، ما فيها بس اسمعني. تكلمتي على الحكومه، شوف النظام لا يمنع ان اتكلم، لا يمنع السي ابراهيمي، لا يمنع ان اتكلم، وخليني اتكلم.
السي الحكر لا يمنع هادشي كتعرفوا، ايوا خليني من تعريف بانه لا يمنع ان اتكلم، وخلينا نهضروا. شكرا. ايوا خلينا نتكلموا. خليني نتكلم. شكون هو انت باش تمنع شكون؟ سيد الوزير. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير. سيد الوزير. سيد الوزير. سيد الوزير. سيد الوزير. نرفع. تفضل سيد الوزير. أعطيوني الصوت. السيدة الرئيسة، البرمجة، برمجة الأسئلة، برمجة سير إبراهيمي، عيب والله لا عيب، برمجة الأسئلة هي من صلاح، برمجة الأسئلة من صلاحيات مكتب مجلس النواب، والحكومة تجاوبت مع القطاعات التي تم تحديدها و أنا في الشركة خمسة دقائق. إيه ما نتكلمش. سيد الوزير. ما نتكلم. سيد الوزير. سيد الوزير. نرفعوا الجلسة خمسة دقائق. نرفعوا الجلسة خمسة دقائق. رفعت الجلسة.